متتابعي قناة بيت الصحة والسعادة، السلام عليكم. أشنو هي الدهون المتحولة؟ الدهون المتحولة كتبان الحياة ديالك كزيت نباتي سائل مفيد للجسم، ولكن الشركات الكبار كتاخد هذا الزيت الصحي ومن خلال واحد العملية صناعية كتسمى الهدراجة كيحولوه لشيء مختلف تماما. أشنو كيترى في هذه عملية الهدراجة؟ كيشدوا هذا الزيت الطبيعي الطازجة وكيديروها في غلايات كبار وكيخليوها كتطبخ حتى كتوصل الحرارة ديالو 400 درجة مئوية، ومن بعد كيزيدوا عليه غاز الهيدروجين تحت واحد الضغط عالي جدا. هذه عملية الهدراجة كتستمر لمدة 8 ديال السوايع تقريبا، ومن بعد كيولي عندنا زيت كان نباتي في الأصل ولا زيت بلاستيكي جديد ما عنده حتى شي علاقة بداكشي اللي كان قبل. هاد الهدراجة كتقضي على الفيتامينات والمواد المغذية والخصائص الصحية اللي كاينة في الدهون النباتية، وهاد الخصائص الصحية كلها غير باش يولي عندنا زيت يقدر يبقى أطول مدة ممكنة في المستودعات بلا ما يخسر بلا ما توقع عليه حتى شي حاجة، واللي أصبح عبارة على دهون متحولة لا علاقة لها بالدهون النباتية الطبيعية اللي كانت قبل. غادي تقولوا لي علاش كيستخدموها الا كان ضار حتى لهاد الدرجه؟ غادي نقول لكم حتى التكلفه ديالها اقل من استخدام دهون حيوانيه او نباتيه طبيعيه، وهادشي على حساب صحتكم، زياده عمر المنتج في الاسواق لاطول مده ممكنه حتى هادي على حساب صحتكم. وبطبيعه الحال عمليه الهدراجه كيزيدوا فيها مواد لتحسين الذوق وحتى هادي على حساب صحتكم. اما بالنسبه للاضرار ديالها فكتزيد من نسبه الكوليسترول الضار او المؤكسات في الدم وكتسبب امراض القلب التاجيه بلا ما ندوي على السمنه. تخيلوا معايا ان الاستهلاك فقط ديال 5 غرام ديال الدهون المتحوله راه كميه صغيره وصغيره بزاف، 5 غرام راه والو، كتزيد نسبه الاصابه بامراض القلب والشرايين ب 30% وكتطيح المناعه ديال اجهزه جسم الانسان لاقصى مستوياتها، وبهذا كنكونوا عرضه لجميع الامراض المعديه الاخرى. بقوة ما هي مضرة، الدنمارك وهنغاريا والأردن منعوا تماما الاستعمال ديالها أو حتى البيع ديالها في الأسواق، وهادشي كله اختصروه الباحثين في جامعة الطب بهارفورد وقالوا على أن استهلاك أو استعمال الزيوت الطبيعية النباتية عوض الدهون المتحولة جزئيا أو كليا غادي يمكن لنا نحميو الأرواح ديال 100,000 شخص سنويا من الموت المبكر، وهادشي غير في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، فما بالك بقية العالم. فين كاينة هاد الدهون؟ هاد الدهون المتحولة كنلقاوها في المنتجات القمامية المصنعة، حيت بالنسبة لي الوجبات السريعة بحال الهامبرغر والتاكوس والمقليات كنحسبها منتجات غير قابلة للاستهلاك البشري ما كانها القمامة. كاين كذلك لي بيسكوي والفطائر بحال لي كرواسون والفوغي، المهم داك الحلويات كاملة اللي كنشريو من لي باتيسري. كاين الشربات الجاهزة بحال دابا كنمشيو للسوبر مارشي كنلقاو شربات جاهزة بحال الحريرة بحال الاندومي، لي شيبس تاهما عامرين. كاين كذلك زبدة الفول السوداني الكاوكاو اللي نورمالمون هي طبيعية، ولكن فاش كتطحن باش يعطيو هذيك اللزوجة كيزيدوا عليها هاد الزيوت المهدرجة. هنا جا وقت الدور ديالك، ديما خاصك تقرا المكونات ديال أي منتج قبل ما تشريه، ولا لقيتي مهدرة جزئيا أو سمن نباتي كلشي عندك نباتي، زعما ما تشريوش المنتج نهائيا، فهو عبارة على سم. تخيل راسك كتعطي الجسم ديالك سم بالموافقة ديال سيادتكم. الدهون المتحولة رخيصة على جيبك ومكلفة على صحتك، من بعد ما سمعتي هادشي ما تقولش لي باقي غادي تدوز ليك.